اللي تستحق يوسف الوقوف عندها قبل هذه المباراة. واحدة من الأرقام التي يعني من يحلل مباراة باريس سان جيرمان قد يقف عندها وهي كمية تأخر باريس سان جيرمان في مباريات في الشامبيونز ليج حتى الآن. أكثر من نصف دقائق اللعبة التي لعبها باريس سان جيرمان كان فيها متأخر. هذا يعني أنه في الكثير من المباريات كان مطالب بردة فعل وليس بالفعل وليس التسجيل أولا في هذه المباراة، وهذا حدث كثيرا هذا الموسم وصول نصف النهائي. صحيح الموسم مختلف عن المواسم السابقة، دائما كان باريس دائما يتقدم في المباراة، يتكلم عن السنوات الماضية، لكن هذا الموسم دائما ما كان يتخلف، وبالتالي هو مطالب يعني بالفعل بالمبادرة والمجهود أكثر. أول شيء شوف الأرقام يوسف، هو تقدم بالنتيجة 291 دقيقة، تأخر 339 دقيقة في الشامبيونز ليج، رقم كبير. ولو أن احنا اتفقنا أن مباراة باريس سان جيرمان معظمها هذا الموسم كانت مباراة صعبة. صحيح كانت صعبة وكانت مجموعة صعبة كذلك، لا دوري المجموعات ولا حتى في دور الربع ثالث دور ثمن النهائي. لكن كما قلت تكلمنا على الركض وعلى الأرقام هاتي، لا الآن أسلوب مختلف مع مدرب مختلف كذلك، لا ننسى أن لويس إنريكي غير عن المدربين السابقين لفريق البي جي، مع لاعبين كذلك ومع فريق آخر كما وضد قلت. فريق محترم مع فريق محترم كما قلت فريق دورتموند على ملعبه محمد، على ملعبه من أقوى الفرق اللي شاهدنا هذا الموسم في دوري الأبطال، لكن كذلك عنده مشكلة أخرى خارج ملعبه. دورتموند ليس هو دورتموند على ملعبه، وشاهدنا كذلك كان خير دليل دوري المجموعات لم يظهر بشكل جيد، باريس كان أفضل بكثير وسيطر واستحوذ وخلص فرص أكثر وسجل هدفين. دائما مباريات تكون مختلفة، كل مباراة وعندها ظروفها، مباراة أكيد ولا مباراة تشبه مباراة أخرى. اليوم مباراة اليوم سوف لن تكون مثل المباراة الأخيرة، تكلمنا على الركض وعلى الفريق دورتموند ركض أكثر، صحيح لأنه ركض أكثر لكن هو أفضل وكان مسيطر أكثر في وسط الملعب، خصوصا في وسط الملعب فريق الباريس لم يكن في المستوى، لم يخرج في مرتدات، كان فقط يدافع. عندما تدافع فالفريق دائما منافس، عندما يكون يخلق الفرص ويحاول الاختراق من وسط على الأطراف دائما تكون مجهودات أكثر. مع فريق آخر يدافع ببلوك متأخر أمام الحارس، شوط ثاني تحسن أداء وشفنا فريق باريس يخرج يسيطر أكثر على وسط الملعب، يخرج يخلق فرص، خلق فرص كثيرة في الشوط الثاني لم ينجح في التسجيل. لكن كما قلت دائما هي نوعية مدربين ونوعية لاعبين كذلك محمد في وسط الملعب، يعني وسط الملعب مختلف عن ما كان في السابق. الآن الكل مبني على أمبابي والكل يشتغل بجماعية مع مدرب، ربما الشيء اللي أضافه لباريس وهو أنه أصبح يعتمد على الجماعية أكثر مما كان في السابق يعتمد على المهارة الفردية والأداء الفردي، وهذا شيء جيد شيء مهم هذا الموسم بالنسبة لباريس سان جيرمان. لكن كما قلت هي مباراة تبقى مباراة مختلفة، ليست كباقي المباراة رغم نفس المنافس، لكن كل مباراة وعندها ظروفها وعندها تحدث عن بعض الأرقام اللي تستحق يوسف الوقوف عندها قبل هذه المباراة. واحدة من الأرقام التي يعني من يحلل مباراة باريس سان جيرمان قد يقف عندها وهي كمية تأخر باريس سان جيرمان في مباريات في الشامبيونز ليج حتى الآن. أكثر من نصف دقائق اللعبة التي لعبها باريس سان جيرمان كان فيها متأخر. هذا يعني أنه في الكثير من المباريات كان مطالب بردة فعل وليس بالفعل وليس التسجيل أولا في هذه المباراة، وهذا حدث كثيرا هذا الموسم وصول نصف النهائي. صحيح الموسم مختلف عن المواسم السابقة، دائما كان باريس دائما يتقدم في المباراة، يتكلم عن السنوات الماضية، لكن هذا الموسم دائما ما كان يتخلف، وبالتالي هو مطالب يعني بالفعل بالمبادرة بالفعل والمجهود أكثر. أول شيء شوف الأرقام يوسف، هو تقدم بالنتيجة 291 دقيقة، تأخر 339 دقيقة في الشامبيونز ليج، رقم كبير. ولو أن احنا اتفقنا أن مباراة باريس سان جيرمان معظمها هذا الموسم كانت مباراة صعبة. صحيح كانت صعبة وكانت مجموعة صعبة كذلك، لا دوري المجموعات ولا حتى في دور الربع ثالث دور ثمن النهائي. لكن كما قلت تكلمنا على الركض وعلى الأرقام هاتي، لا الآن أسلوب مختلف مع مدرب مختلف كذلك، لا ننسى أن لويس إنريكي غير عن المدربين السابقين لفريق البي جي، مع لاعبين كذلك ومع فريق آخر وضد فريق محترم مع فريق محترم كما قلت فريق دورتموند على ملعبه محمد، على ملعبه من أقوى الفرق اللي شاهدنا هذا الموسم في دوري الأبطال، لكن كذلك عنده مشكلة أخرى خارج ملعبه. دورتموند ليس هو دورتموند على ملعبه، وشاهدنا كذلك كان خير دليل دوري المجموعات لم يظهر بشكل جيد، باريس كان أفضل بكثير وسيطر واستحوذ وخلص فرص أكثر وسجل هدفين. دائما مباريات تكون مختلفة، كل مباراة وعندها ظروفها،
مباراة أكيد ولا مباراة تشبه مباراة أخرى. اليوم مباراة اليوم سوف لن تكون مثل المباراة الأخيرة. تكلمنا على الركض وعلى الفريق دورتموند ركض أكثر، صحيح لأنه ركض أكثر لكن هو أفضل وكان مسيطر أكثر في وسط الملعب، خصوصا في وسط الملعب فريق الباريس لم يكن في المستوى، لم يخرج في المرتدات، كان فقط يدافع. عندما تدافع فالفريق دائما منافس، عندما يكون يخلق الفرص ويحاول اختراق من وسط مع الأطراف دائما تكون مجهودات أكثر. مع فريق آخر يدافع ببلوك متأخر أمام الحارس. شوط ثاني تحسن أداء وشوفنا فريق باريس يخرج يسيطر أكثر على وسط الملعب، يخرج يخلق فرص، خلق فرص كثيرة في الشوط الثاني، لم ينجح في التسجيل. لكن كما قلت دائما هي نوعية مدربين ونوعية لاعبين كذلك محمد في وسط الملعب، يعني وسط الملعب مختلف عن ما كان في السابق. الآن الكل مبني على امبابي والكل يشتغل بجماعية مع مدرب، ربما الشيء اللي أضافه لباريس وهو أنه أصبح يعتمد على الجماعية أكثر مما كان في السابق يعتمد على المهارة الفردية والأداء الفردي، وهذا شيء جيد شيء مهم هذا الموسم بالنسبة لباريس. لكن كما قلت هي مباراة تبقى مباراة مختلفة ليست كباقي المباراة رغم نفس المنافس، لكن كل مباراة لونج بول وبداية الهجمة الخروج براند في بعض الأحيان على المهاجم لما تكون باريس سان جيرمان ضاغط في الخط الأول فيلعب الخط الثاني، فهنالك فكر واضح في تحضير المباراة. مع أنه استغلال لما يلعب مبابي وإحنا قلنا في هذا هو على الطرف الأيسر هو نقطة قوة، وأن يكون على مستوى المساحات سيجد المساحة، لكن مبابي لاعب، مبابي ليس تيري هنري، مبابي ليس لديه نفس مهارة تيري هنري، بمعنى أنه في المساحات الضيقة يجد الحل، في المساحات الضيقة لا يجد الحل، بمعنى مبابي يجد الحل في مساحات طويلة طويلة. تيري هنري سابقا عنده أهداف كثيرة خاصة الدوري الفرنسي في متر يصنع الفارق، عنده المهارة، أنا أتكلم عن المساحات الضيقة. أوكي البداية السريعة ضيق المساحات لما يكون البلوك متأخر، بلوك متأخر كما نتكلم مثلا هو الأفضل أن يجد مساحة أكبر أكيد. أوكي مساحات لما البلوك يكون متأخر، البلوك في منطقة 18 فأنت تضيق المساحات، هنا تحتاج ديمبلي أفضل هنا. طيب خلينا نسمع رأي اللي درب تيري هنري واللي شاهد كيليان مبابي لسنوات طويلة، ما هو الفرق؟ Well, Thierry Henry. Thierry Henry moved well into a centre forward position. طبعا كمركز بطريقة جيدة كرأس حربة، انتقل من لعب جناح أيسر إلى رأس حربة. وحب ذلك. بالنسبة لمبابي لا يحب أن يطلع بدور رأس الحربة. وحينما يكون غير مواجه لحارس المرمى لا يحب هذه الوضعية. وطبعا لا يصبح خطيرا. حينما يلعب على الناحية اليسرى يحس بأريحية أكثر ويتحكم في حركة الجسد أكثر. لابد أن يكون يحب دائما أن يكون دائما مواجها لحارس المرمى. في الوقت الراهن أعتقد أنه من الناحية الذهنية فقد التركيز، مرة يلعب على الناحية اليسرى ومرة يلعب كرأس حربة، ويبدو أنه غير مركز. لم أرى ذلك التوهج من كيليان مبابي، لا ربما تفكير في مستقبله أيضا. المشكلة في نادي البي إس جي وقع المغالاة أو أكثروا من المدح في الريموتادا المحققة، وحينما استمعنا إلى حوار رامي بن سبعيني وحينما استمعت للترجمة قال رامي بن سبعيني لقد قللوا من شأننا واعتقدوا أو قللوا من شأننا بمعنى underestimated، واليوم بدأوا بخوف، ولكن هذا ما قاله رامي بن سبعيني. طبعا المباراة الثانية تكون دائما في مخيلتك وأنت عليك أن تبدأ البداية الجيدة. وبالنسبة لبروسيا دورتموند أوجدوا جدارا منيعا وطبعا تطلبوا وقتا طويلا للدخول في المباراة وحافظوا على هذه الهيمنة. وربما هناك اتفاق على أن هذا الرجل نجح حتى الآن في قيادة الفريق بوصوله إلى نصف النهائي بدون أسماء كبيرة جدا مقارنة بسنوات ماضية، بشخصية قوية جدا وبقدرة على قيادة المنظومة، هذا ما شاهدنا حتى الآن في موسمه الأول. يوسف هو نجاح، أنا أشوفه نجاح رغم خروج اليوم من نصف النهائي، لكن نجح في تغيير أشياء كثيرة خصوصا باريس سان جيرمان أصبح فريق كما قلت يعتمد على الأداء الجماعي، يعتمد على لاعبين شباب.
على مستوى الدوري فاز بالدوري لقب دوري ليغ آه ثم وصل لنهائي كأس فرنسا مع خروج اليوم كذلك من نصف النهائي في أول موسم له في دوري فرنسي مغاير على الدوري الإسباني وعلى الدوري الإيطالي اللي كان فيه كذلك. أنا أشوفه مدرب جيد وهو الرجل المناسب. هو رجل يعني يجب أن يبقى وأن يجب دعم بأسماء أخرى في الموسم ثقة أكثر صحيح لأنه المشكلة اللي كان اليوم محمد كذلك حتى في يعني هو قدم لي كل علي يعني تكلمنا احنا على التشكيل العارضة والقائم صحيح خمس مرات اربع مرات خلقت يمكن سبع فرص الشوط الثاني لم يسجل اهداف لم تكن هناك النجاح لكن حتى على مستوى وسط الملعب اليوم افتقد للشراسة خصوصا نتكلم على زير وإيمري واللاعب فابيان في عملية افتكاك الكرة كانت هذه قوة باريس وهو دائما كان متأخرين وسط الملعب عندما يبدأ ديمبيلي وراموس ومبابي في الضغط دائما هم يجي متأخرين وبالتالي كان يسهل أكثر على دورتموند في الخروج من الكرة ووصلوا إلى المرمى خصوصا في الشوط الأول لكن هذه أخطاء يمكن يتعلم منها المدرب يتعلم منها اللاعبين. أنا في اعتقادي قدم مستوى جيد في دوري الأبطال هذا الموسم كما قلت يجب تعطاه الفرصة أكثر تعطاه ثقة مع تغييرات مع انتدابات الموسم المقبل الفريق يتحسن أكثر ويكون عنده فرص أكثر إن شاء الله. كابتن محمد كرة القدم فيها الكثير من الاستثناءات دائما هناك من يقتنع بأن هناك أعمار معينة للاعب أو المدرب. اليوم هوملز اللي كان نجم مباراتين 35 سنة مدرب دورتموند 41 سنة. أما حاجة العقلية والذهنية كابتن محمد أنت عايز إيه كمدرب أو كلاعب هي مش مرتبطة بسن هي مرتبطة بالعقلية والأداء الموجود سواء للاعبين أو المدرب. فأنا أشوف أن النهاردة نجاح كبير لدورتموند زي ما قلت لك الميزة الأبرز ليه يا محمد أن ما عندوش نجوم ماشي النجوم هي الجماعية النجم هو جماعية الأداء. حاجة تانية أنه غير مرشح في كل المباريات صحيح. وده بتديله ميزة وزي ما قلت في بعض الأحيان في بعض المباريات الخصم بيستهتر بيه ما بيعملوش حساب فيفاجئه فالميزة دي هو استفاد منها كتير قوي. والعمود الفقري بتاعه لو تيجي للعمود الفقري بتاعه سواء من الخط الدفاع هوملز تيجي إيمري تشان فولكرج العمود الفقري ده مش فنيا مش عالي قوي هو عمود فقري كله أطوال كله لياقة بدنية وعنده على أطراف سرعة فأعتقد إن ده نجاح كبير من الفريق وبيلعب على قد إمكانياته وبيلعب بدون غرور فدي من الحاجات اللي وصلته لأنه يوصل لنهائي في ويمبلي. شكرا لمحللي بي ان سبورتس وصلنا الى ختام تغطيتنا لهذا اليوم وتعرفنا على الطرف الاول في نهائي ويمبلي وهو دورتموند الالماني. بقي نشكر محللي بي ان سبورتس مستر ارسن دينجر شكرا جزيلا لك نلتقي على خير. شكرا شكرا جزيلا لهذه الاستضافه مستر حاتم طرابلس شكرا لك شكرا مستمعي دونا روما شكرا كابتن شكرا ايضا الكابتن يوسف شيب ومحلل بي ان سبورتس الكره المغربيه السابق شكرا كابتن سامي اكرم في اقتصادي محمد راح يستقبل راح يجيب لازم تروحون للمطار تفاهم معنا وياهم اللي انت تقول عليه كابتن شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه لكم تحيات كل الزملاء هنا في بي ان سبورتس وعلى المحبه نلتقي دائما باذن الله تعالى تصبحون على خير.